احنا سألنا كمان جمهورنا النهارده على السوشيال ميديا فيما يخص لقاء الزمالك امبارح، ان لهم شفتوا فوائد لقاء الزمالك ازاي امبارح بفوز برباعيه غزل المحله. في محمد انور قال مساء الخير عليك يا اضا، فوائد فوز المحله استمرار المنافسه على الدوري يعطي اللعيبه دفعه معنويه قبل توقف الدوري باذن الله الدوري الزمالكاوي. كلام محترم جدا يا انور. ايمن الفيومي، فوز كبير واداء ممتع لاطمئنان على كل عناصر الفريق، واثبتت المباراه ان في الزمالك لا يوجد لاعب اساسي ولاعب بديل. كلام محترم. الكل نجم، الكل نجوم كبار ويعتمد عليهم في اي وقت، واثبتت مباراه ايضا ان الفريق على الطريق الصحيح، وان شاء الله الدوري الزمالكاوي كمان دوري ابطال افريقيا. مساءك ابيض بخطين حمر يا قضا. اشكرك يا ايمن. عبد الحفيظ بيقول مساء الخير عليك يا قضا، وتحياتي لكل منظومه الاعلاميه في قناه الزمالك. اشكرك. في فوائد كتير جدا، منها ان الزمالك بقى في قمه الدوري وانتظر المنافس، والفوز بيجيب فوز، المدير الفني جرب وطمن على كل اللاعبين الدوليين والبدلاء، واصبح في استقرار واطمئنان على الفريق، واهم شيء ان كل جمهور الزمالك فرحان. تحياتي ليك. شكرا ليك يا عبد الحفيظ.